الاثنين شبه بعض، انتوا الاثنين اذيتوني. زي الشمس على MBC مصر، رمضان يجمعنا. ازيكم يا جماعه؟ النهارده بحلقه جديده في رمضان في البيت على هوم سينما. المسلسل اللي هنعمله رياكشن هو مسلسل زي الشمس. كل اللي اعرفه عن المسلسل ان هو بتاع دينا الشربيني، ما اعرفش اي حاجه تانية خالص عن المسلسل. مش من محبين دينا الشربيني قوي، بس ممكن التريلر يعجبني. يعني كالعاده ما شفتش المسلسل التريلر بتاعه ولا مره، فهشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. انا اسفه يا نور، انا عارفه ان انت دلوقتي حاسه بإهانة فظيعه وحاسه ان انا هفنك. عمري ما هسامحك يا فريده، انا بكرهك. ملكيش دعوه بنور لحد ما تهدى، والزفت ان اسمه عمر ده يجي لي هنا. يا فريده خلاص هنزل البيت. اتجوزك الاول. يا فريده بتعملي فيا كده؟ انت متخيله ان انا كنت عارفه حاجه زي دي وساكته؟ يا كدابه يا كذابه. هو انت في ايه؟ الذوب العافيه خدهم يا فريده. دمرتينا يا فريده، دمرتينا. انتوا الاثنين شبه بعض، انتوا الاثنين اذيتوني. زي الشمس على MBC مصر، رمضان يجمعنا. اوكي يا جماعه، هو والله تريلر شكله مش وحش. تقريبا اخو دينا الشربيني هو مات او اتقتل، وهي بقى من خلال المسلسل بتحاول ان هي تحل جريمه القتل دي، او بتحاول توصل للقاتل اللي قتل اخوها وكده. والله شكله مش وحش المسلسل، مع اني انا مع الرغم مش من محبين دينا الشربيني قوي. كليدنج رول، يعني انا عندي مشكله دايما مع دينا الشربيني كليدنج رول، انما كادوار مساعده وكده بحس لا هي شاطره. يعني حتى كانت عامله دور حلو جدا في جراند اوتيل. السنه اللي فاتت كانت عملت مسلسل اسمه ماليكا، بس انا ما شفتهوش. اسمع يعني من الناس وكده ان هو مسلسل ما كانش قد كده، يعني ممكن اتفرج عليه. ده ممكن ده يتضم يعني للقائمه يعني بتاعتي اللي هتفرج عليها في رمضان. مسلسل من بطوله دينا الشربيني، وفي ريهام عبد الغفور وسوسن بدر واحمد السعدني، وفي احمد داوود وجمال سليمان. تاليف لمريم نعوم، طبعا المخرجه الكبيره كامله ابو ذكري اللي اخرجت قبل كده واحه الغروب وبنت اسمها ذات وسجن النساء. سجن النساء انا شايف ان سجن النساء واحد من احلى المسلسلات في تقريبا، يعني واحد من احلى المسلسلات في الفتره الاخيره دي كلها، يعني تقريبا اونس اخر 10 سنين. انا بالنسبه لي سجن النساء تحت السيطره والنوس وجراند اوتيل، انا بحس ان الاربع مسلسلات دول يعني من احلى اربع مسلسلات تقريبا في اواخر 10 سنين في رمضان. انا ده من رايي يعني. بس ما عنديش حاجه ثانيه اقولها عن المسلسل. ترقبي لي 7/10. بس اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. زي الشمس على MBC مصر، رمضان يجمعنا.